السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم دكتور أحمد شعبان من قناة ازاي دوت كوم. النهاردة هشرح لكم برنامج حلو تقدر تستخدمه في تحميل أي فيديو من أي موقع تعرفه، يعني تقدر تستخدم البرنامج ده في تحميل فيديوهات من على اليوتيوب، من على الفيسبوك، ومن أي موقع تاني. الخاصية زيادة في الموقع ده اللي تقدر تستخدمها عن الداونلود مانجر، إن هو البرنامج ده بيوفر لك تنزيل أكتر من فيديو عن طريق خطوة واحدة بس. يعني البرنامج ده تقدر تستخدمه إنك تحمل بيه قائمة من على اليوتيوب، تقدر تسوي في تحميل قناة كاملة من على اليوتيوب كل فيديوهاتها. كمان بيقدم لك ميزة ان انت تقدر تختار الترجمة المصاحبة للفيديوهات، يعني لو فيديو نازل عليه ترجمة على اليوتيوب بقدر اختار ايه الترجمة وايه اللغة اللي انا عايزها للفيديوهات دي بخيار واحد بس. برنامج صغير حجمه حاجة و20 ميجا يعني، ورفعه لك على رابط حاططه لك تحت الفيديو. البرنامج مرفوع مكرك وجاهز، نسخة بورتابل مش محتاجة اي تثبيت، هتشغل البرنامج على طول. اول ما هتنزل ملف مضغوط من اللينك اللي تحت الفيديو هتفك الضغط، هتظهر لك البرنامج بالشكل ده. برنامج متثبت وجاهز ومعمول عليه كراك، مش هيحتاج منك اي اكتيفيشن ولا اي حاجه. ادي برنامج اسمه 4K فيديو داونلودر، هنشغل البرنامج. ادي برنامج بالشكل ده، دي الواجهه بتاعت البرنامج. البرنامج ادواته سهله، كل اللي عليك انت بتاخد اللينك كوبي بتاع الفيديو او بتاع البلاي ليست او بتاع الشانل اللي انت عايز تحملها وبتدوس على باست لينك. هوريكم حاجة عملية ليه. ادي دي مثلا قناة ازاي دوت كوم من قناتكم. هاجي هنا مثلا انا عايز احمل القناة كلها، باخد اللينك كامل فوق بتاع القناة، او مثلا عايز احمل فيديو معين بدخل على الفيديو وباخد اللينك بتاع الفيديو، او قائمة معينة بدخل على القائمة وباخد اللينك بتاع القائمة ككل. هنعتبر مثلا ان احنا هنحمله قائمة كاملة زي قائمة مثلا ويندوز، بدخل على قائمة ويندوز وباخد اللينك اللي من فوق، باخده كله كده كوبي وادخل على الفوكي فيديو داونلودر ودوس باست لينك. بيجيب لي اهو عايز داونلود للبلاي ليست كاملة ولا داونلود للكليب اللي هو الفيديو اللي هو شغال حاليا على القناة. انا هختار مثلا داونلود للبلاي ليست. هيبدأ اهو دلوقتي بيقرأ ايه الفيديوهات الموجودة في البلاي ليست دي، هيجيب لي اساميهم. منتظر مع البرنامج لغاية ما يحصل على بيانات كل الفيديوهات دي. طبعا لو قناة كبيرة او فيديوهات اكتر من كده بتاخد وقت اكبر، بس هو برضو سريع في عملية ان انت بتقدر تحمل كل الفيديوهات دي في ضغطة واحدة. تقدر تسيب الجهاز بقى ينزل كل الفيديوهات دي مرة واحدة. ده اكيد خاصية مش هتلاقيها في الداونلود مانجر ولا في برامج التحميل المعروفة. انتظر مع البرنامج. كده البرنامج عندي خلص، كده ظهر لي الخمس فيديوهات اللي هما موجودين في البلاي ليست. ادي اسامي كل فيديو واللينك بتاعه ظاهر والصورة جنبه ظاهرة عشان تتأكد من ان الفيديوهات كلها ظاهرة عندك. بعد كده بيجيب لي بقى الخيارات اللي تحتيها، ان انت تختار عايز داونلود للفيديو ولا عايز الاوديو. كمان دي خيار كويس انه بيتيحهولك بالنسبه للناس اللي بتنزل بلاي ليست بتاعت اغاني. ممكن اختار الاوديو ان انا مثلا عايز موسيقى، وبختار الفئه ام بي 3 ولا ام 4 اي بالنسبه للاي او اس. انا مثلا عايزهم فيديوهات فبختار داونلود للفيديو. الفيديو بيجيب لي الفورمات ام بي 4 وام كي في و3 جي بي، وكمان بيجيب لي جوه كل واحد الجوده اللي انا محتاجها 720 لغايه 240 على حسب جوده الفيديوهات ما هي نازله. يعني الفيديوهات دي لو نازله 4K هلاقي الجوده هنا ظاهره لغايه 4K. كمان الخيار اللي شايفه افيد حاجه في الخيار ده بالنسبه لي بينزل كورسات مثلا انجليزيه مترجمه، او بينزل اي فيديوهات اجنبيه عايز الترجمه بتاعتها. بيختار من هنا داونلود سبتايتلز، بيختار نوع الترجمه اللي هو عايزها. الفيديوهات دي عشان انا منزلها من غير اي ترجمات فطبعا مش ظاهر لي اي ترجمات هنا، لكن لو الفيديو عليه ترجمات بتظهر لي كل لغات الترجمه المدموجه مع الفيديو. بختار اللغه اللي انا عايزها. بعد ما اختار السبتايتل اللي انا عايزها بختار من هنا المكان اللي هيحفظ فيه، ده المسار اللي هتحفظ فيه الفيديوهات. وكده بيبقى فاضل عليا اخر خطوه اللي ادوس داونلود. بيبدا اول ما ادوس داونلود بيبدا يحملهم فيديو فيديو او على حسب الاعدادات اللي انا عاملها. انا هكنسل لان انا مش عايز انزلهم طبعا. في بالنسبه لحواريك الاعدادات ازاي تظبطها، بتدخل على البرفيرنس من هنا، هيجيب لك هنا بالنسبه للانتنسيتي اللي هو قد ايه كام فيديو يقدر يحملهم في المره الواحده. انا كنت مختار بالفيديو، بيبقى بالترتيب بيحمل بالواحد. ممكن انت تخليه يحمل بالسبعه مع بعض، معاك الخيارات متاحه واحد او ثلاث فيديوهات مع بعض او خمسه او سبعه براحتك انت.
بعد كده عندك فيه هنا الخيار ده اللي هو create sub directory for download the playlist and channel، ان هو يبدأ يحفظ الفيديوهات المعينة اللي ما جاي يحمل مثلا من قناة او بلاي ليست يحطهم في sub directory، يحطهم في النيو فولدر، ما يحطهمش على المسار اللي انا حاطه لوحده، يحطهم جوه فولدر ويسميه باسم البلاي ليست. ده بيبقى افضل بالنسبة لي لو انا هحمل قناة كاملة، بحيث انه يتلخبطوش الفيديوهات كلها معايا مع بعضهم. في ادز انوميريشن تو فايل نيمز ان بلاي ليست، لما اجي احمل مثلا كورس او فيديوهات معينه بيبدا يحط ارقام على حسب ترتيب الفيديوهات دي في البلاي ليست. ده برضو بيفيدني في الكورسات او في الدروس، عشان انا مثلا عايز ارتبهم بترتيب معين زي ما مترتبين في البلاي ليست، فبختار الخيار ده عشان احط له رقم قبل كل فيديو. في الخيار الثالث سكيب دوبليكيتس في البلاي ليست، يعني لو في فيديو مكرر مرتين في البلاي ليست هو لوحده بيكتشف الفيديو ده فما يرضاش يحمله، فبيحمل واحد بس منه بدل ما يحمل مرتين. عندك في خيارات تانية زي مثلا ال embedded subtitles في الفيديو فايل if possible، يعني لو في ترجمات اخترتها ممكن اختار ان هو يحط الترجمة يدمجها مع الفيديو، بحيث ما تبقاش في ملف منفرد لوحده SRT، تبقى لا مدمجة مع الفيديو. ده برضو خيار كويس بالنسبة لبعض الناس. فهو البرنامج ده حلو ان هو بيوفر لك كذا خيار في تحميل الفيديوهات. هنا الكونكشن دي حاجة مش مهمة معاك، او النوتيفيكيشن، ده النوتيفيكيشن ممكن تختار ان هو يعمل لك صوت لما التحميل ينتهي، بيعمل لك النوتيفيكيشن معينة يدل على تحميل الفيديوهات انتهى. في كمان خيار او في ميزة كمان في البرنامج ده انا ما قلتهاش عن باقي البرامج عن داونلود، انت لو استخدمت داونلود مانجر او اي برنامج تحميل عادي وجيت تحمل فيديوهات ال 3D او الفيديوهات 360 درجة، هتلاقي ان الفيديوهات بتنزل بايظة، او الفيديوهات ما بتنزلش زي ما انت كنت عايز زي ما كنت شايفها على القناه. لكن البرنامج ده بيميز عن اي برنامج تاني ان انت البرنامج ده تقدر تستخدمه في تحميل فيديوهات ال 360 وافلام ال 3D. هو هوريكم حالا، مثلا هجيب 360 فيديوز، ادي مثلا فيديو 360 درجه، هاخد اللينك بتاع الفيديو كوبي وهدوس باست لينك، هنتظر. هو بس بيطول عندي شوية عشان سرعة الانترنت ضعيفة، لكن بالنسبة لسرعة الانترنت العالية هتلاقيه البرنامج سريع وخفيف معاه، هو البرنامج نفسه خفيف، لما بيطول كده بتبقى حاجة من الانترنت. هنتظر اهو كده ظهر لي زي ما قلت لكم الجودات، الجودة بتاعة الفيديو ده موجودة لغاية 4K، وجنب كل جودة كاتب لك الحجم اللي هتاخده على الهارد. دي المساحة بتاعة الفيديو، حجم الفيديو انا مختار مثلا الصيغة 720. في عندي اهو من هنا داونلود للفيديو، في اكستراكت للاوديو برضه، اخترت ام بي 4 واخترت الجوده دي، هو هينزل لي كده الفيديو عشان الفيديو 360 درجه، هينزل لي الفيديو 360 درجه، فكده اقدر اشغله. بالنسبه للناس اللي معاها نظارات الفي ار او بيحب ينزل افلام 360 درجه ويسمعها على ويندوز 10، تقدر تختار الخيار هنا بكل سهوله، تحط الفيديو هينزل لك 360 درجه، وبتختار من هنا الجودات زي ما انت عايز، وبتختار كمان لو في ترجمه نازله على الفيديو بتقدر تختارها من هنا، بالنسبه لزي مثلا الفيديوهات بتاعت ناشونال جيوغرافيك المترجمه، فبتقدر تختار الترجمه اللي انت عايزها وتقدر تدوس داونلود يبدا يحمل الفيديو. كده انتهى شرح البرنامج. البرنامج هتلاقوه مضغوط محطوط لكم مرفوع على موقع التحميل، ومحطوط اللينك تحت الفيديو، واي استفسار او اي مشكله في البرنامج انا معاكم في التعليقات تحت الفيديو. شكرا، السلام عليكم. كان معكم دكتور أحمد شعبان من قناة ازاي دوت كوم.